كل لحظة وحضراتكم طيبين. اللي يكسر حاجة يصلحها، واللي ما يكسرش حاجة ما يصلحهاش، واللي يصلح حاجة ما يكسرهاش. الحياة علمتنا كده. ما تيجي نشوف. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك. أيوة 160. مية وخمسين، مية وستين، ميرسي. شفت يا ياسر؟ بص اهو ادي الستة بتعلق اهي. هنصلحه. لا الراجل ده لازم تقوله سالم يجي يصلح. هنصلحه يا ريت زكية. معقول هقعد اعمل كده؟ تقول اتفضل حضرتك استريح، الزهر هتطول. ايه ده؟ ليه؟ انا ماليش دعوة، ماليش دعوة. ليه كده؟ انا ماليش دعوة، انا ماشية. مع السلامة. يا غادة خديني معاكي. يا عم واحد فاضل ساعة على الشغل. هتري مستقيل. مستقيل؟ فيه. ايه ده؟ كده؟ كده كده؟ هو في حضرتك؟ في ايه ايه؟ نسيب اللي حصلت دي. انت ازاي بتعرف صاحب المحل هنا؟ صاحب المحل هنا صعب قوي، حرام عليك. كسرت الكرسي كده. انا اللي وقعت حضرتك، انا اللي وقعت. انت ايه؟ انا اللي وقعت. انت اللي وقعت ازاي؟ وقعت على الارض. يعني ايه وقعت على الارض؟ مش فاهمة. يا حبيبي مفيش مشاكل، يعني انا اللي وقعت وخلاص. خلاص 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 معلش انا اللي وقعت وخلاص. ما تجيلي نكس حضرتك. معلش ما تجيلي نكس. لا حتى تجيلي نكس مش معاك. لا ما امشي بالكلام. نسيبة دي مش قادرة يابا. ليه كده؟ ليه كده؟ يلا لو وقعت. طيب اعمل دلوقتي ايه في الكرسي ده؟ بس اي واحد يصلحه يعني مفيش مشاكل. امسك امسك امسك. عندك مسامير في الارض تعمل ايه؟ ادقه؟ ايوه. امال هنعمل ايه؟ انا نجار. نعم انا نجار. هي دي عايزه نجاره، دي رجلي كده ورجلي كده وتتظبط. ايوه كام ايه ده؟ تاني ايه ده؟ هو في ايه؟ يعني لازم كل مرة اعمل لك محضر ازعاج وادفعك غرامة؟ ما انت عارفة الدوشة دي تلاوي السمع. في ايه؟ مش انا اهو. هو ايه؟ في ايدك الشاكوش اهو. ايه ماله في ايد الشاكوش؟ ما انت اللي مديهولي. انا مديك ايه؟ الشاكوش. انا مديك الشاكوش؟ ايوه. في ايه؟ عيني في عينك كده. انا بحبك. عيني في عينك ايه؟ انت شفتوه بيعمل ايه؟ هو اللي بيدق. انت اللي بتدق. افهمك حاجة، القانون ما فيهوش انت اللي قايلاني وانت اللي مدياني، احنا دخلنا لنا الشاكوش في ايديك، يبقى انت اللي تدفع غرامة. تلوش. انت اللي قايلاني دق. طب ما انت اللي قعدت على الكرسي ورحت تترك. متكسره. هو الكرسي ولا ملخلخ فيه؟ لا ملخلخ. ايوه انت بس. انا سوري انا مش عايز اضايقك. سمنان شويه. سمنان شويه. انت مالك انت؟ المحضر بكام حضرتك؟ 100 جنيه. اتفضل حضرتك. اتفضل ادي ال 100 جنيه وادي الوصل. ميرسي. شكرا. وال 60 جنيه دول شكرا. بقيت فلوسك حق الكرسي. انا عاوز فلوس لما الجاكيت. إيه؟ فلوسي لما الجاكيت. لا فلوس ولا جاكيت. فلوس لما الجاكيت. بقول لك ما تنفذنيش ما تنفذنيش. بقول لك الفلوس لما الجاكيت. هتضرب انسى؟ اضربك. لا لا عيب. عيب ايه؟ عيب. ولما تكلم انسى كلمها كويس. كلم انسى كلمها كويس. ايوه. بتعمل ايه بايدك ده؟ يعني انا دلوقتي مجنونه يا ست؟ بص مجنونه؟ ده محل مجانين. بص يا حبيبي محل مجانين ليه؟ ده محل مجانين. ايه الغلط من الاول اصلا؟ كله بيجري، كل الحاجات ده بيجري. جيروا ليه؟ جيروا من ايه؟ من ايه؟ من النسيبه اللي انت عملتها. جيروا مني. واغلط بقى فيا. اغلط فيا. تغلط فيا. اغلط في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك استريح. انا اسفه ثواني. استريح. استريح حضرتك ثواني بس عشان نشوف الموضوع ده. ايه ده؟ انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه، انا ماشي. انت ماشيه ليه دلوقتي؟ ماشي. الله. استني يا خالد خديني معاكي. حتى انت؟ انا مستقيل. مستقيل؟ ايه ده يا ستي ده؟ يا حظك يا زكيه. ستي بصي اقول لك على حاجه. لا الكرسي، لا الكرسي انا هتجنن. هنتصرف ازاي؟ هنتصرف ازاي يا ستي؟ ده كرسي اتكسر، هاتي واحد يصلحه. يا نجاتي. يا نجاتي. يا نجاتي.
انفخ البلالين علشان اعيد الميلاد. لقيت لك حل حضرتك. ايوه هتفضل. حل هيرضي كل الاطراف. أيوة. بس ارجوك بقى، ارجوك تسمع كلامي. خد المسامير دي في ايدك كده، خدها كده امسكها بس. مالها المسامير؟ وادي الشاكوشه اهو، وتعالى نعمل الرجلين مع بعض. يا ستي رجلين ايه؟ بصي اسمعيني، انا عايز امشي. هي انا عايز امشي. تقول لك كشكشه ما تعرضهاش يا ستي، بطل قله ادب. اوعى تفتكر نفسك ان انا لوحدي هنا مش هقدر اخد حقي. طب بصي فين استاذ جمال؟ هنا فين استاذ جمال؟ اه استاذ جمال. الا طب انت عارف المحل وعارف الناس اللي كانوا هنا. عايز انسى. ايوه عارفهم عشان زبونهم من زمان. انا سمين ما شفتش واحد. استاذ ناديه اللي قاعده على الكاشير. ايوه طب انا مستلم بقالي 3 ايام. نمشي لو سمحتي. لو سمحتي انت دلوقتي حضرتك اديتي كام؟ 85 صح؟ مظبوط مظبوط. ال 85 دول تمن الكرسي اللي اتكسر. لا انت مجنونه بقى. ليه مجنونه بقى؟ ليه مجنونه؟ انت بتاخدي حق كرسي انا ما كسرتوش. لا انت اللي كسره. انت اللي زي الزفت حاطينه من كرسي زي الزفت. طب عينك في عيني كده. عينك في عيني. انت مش كسره؟ كسره يا ست الكرسي انت اللي مكسور. ولا في حاجه حصلت من دي كلها؟ ايوه 185 كده 150 كده 180 ايه ده؟ 190 ده كده 190 سوري معلش اسفة. فده 5. ابص بقى بص يا استاذ ياسر، 5 ما بتجيبش النقط معايا، ما تديني زيرو. طب ازاي يعني؟ هنصلحه حضرتك. تقول لي صابر يجي يصلح. مش كل يوم كده حديدك. حاضر يا استاذ زباين. حاضر اتفضل حديدك. استريح ثانية. اتفضل عقبال ما اشوف اهو كده كل شوية بالتالي. يا ساتر ايه ده؟ ليه؟ ايه ده؟ انا ماليش دعوه. خلاص امشي. انا كمان ماشي ماليش دعوه باللي حصل. الله بتستني شويه مش معاك دلوقتي. استني يا غاده خديني معاكي. انت كمان مستقيم كلكم كده. اتفضل بقى. شفت النسيبه اللي انت عملتها؟ انت بتزعقي. ايوه انت مش مدركه انت عملت ايه. انا ايه؟ مش مدركه انت عملت ايه. مش انت لو وقعت بالكرسي؟ اه انا لو وقعت. طب اعمل لك ايه؟ ايوه انا احترمي نفسك. يعني لقيتك بتعمل كده؟ يا سلام. ايوه دلوقتي احترمي نفسك. اوعى تفتكر انت مش مدركه ان انا وقعت على الكرسي ده ازاي. انا بقدم لك زهره الترحاب. تقوم تعمل لي كده؟ زهره الترحاب انا زفت يا ست. انت كده زهره الترحاب كده ترميها على الارض؟ ارميها على الارض. طب انت كسرت الكرسي ده ليه بقى؟ عايز اعرف بقى. انا ما كسرتش حاجه، انا اللي وقعت يا ستي على الكرسي. قعدت على الكرسي ووقعت. انت ايه اللي وقعك؟ ايه اللي وقعني؟ ايوه ايه اللي وقعك؟ الكرسي بتاعكم. كشكشها ما تعرضهاش. ايه يا ست الالفاظ البذيئه اللي انت بتقوليها دي؟ انا بذيئه؟ ايوه. ليه؟ انت واحده مش محترمه اصلا. انا مش محترمه؟ ايوه. شفت بقى؟ وانا هخرب بيت ام المحل ده. تخرب بيت مين؟ بيت ام المحل ده. طب ثانيه واحده. يا نجاتي يا نجاتي هات اللي تجيبيه. انفخ البلالين علشان عيد الميلاد. هقول لك على حاجة. ممكن بعد إذنك؟ بعد إذنك ده أنا بستأذنك مرة. بص عشان الكرسي اللي اتكسر ده أنا كنت جايبة حبة مسامير للنملية عندي في البيت، وأدي الشاكوش. تعالى نروح مشكشين كده الكرسي كده. مشكشين؟ أي يعني تعمل شاكوشين كده في الكرسي في الرجل اللي ورا. يا ست أنت مجنونة؟ ليه ده هو؟ أنت خارجة من مستشفى مجانين. ليه في إيه؟ أنا شاكش إيه اللي شاكشه ده؟ يعني كده حديتك بالشاكوش كده؟ أنا مالي ما ينحرق الكرسي على المحل على اللي فيه. نعم. أنت مدركة أنت بتقولي إيه؟ إيه مدركة؟ يعني أنت واعية لكلامك؟ أيوه. حضرتك يعني إيه لما تساعد واحدة أنسة زيي وظروفها صعبة في إيه؟ يعني بقول لك إعمل كده. طب ما تعمليها أنت. أنا مالي أنا ومال الحاجات دي ومال الكرسي؟ أنا أعمل ده إزاي وضوافري لما تتقطم في الكرسي؟ ما تنحرق ضوافرك على المحل كله يا ستي. بخ بخ بخ. أنت مدركة أنت بتعملي إيه دلوقتي؟ أيوه مدركة. مدركة بتعملي ايه؟ ايوه مدركة ما عنديش مشكلة. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت مدركة انت بتعملي ايه؟ شفت يا استاذ ياسر؟ التسعه ما بتضربش هنا اهي. هنصلحها. صلح ايه؟ ما انا قلت لك لازم سليم يجي.
يا ساتر. اقعد بيه معلش ثواني ثواني معلش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ساتر يا رب. انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه. ماليش دعوه يعني ايه؟ ماليش دعوه. انا ماليش دعوه انا ماشي يا بنت. انت لسه من الساعه. خدي معاك. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ انت حضرتك اللي اتمزعت على الكرسي. طب نبهيني. انا بقى ليه؟ قولي لي مثلا الكرسي ده الكرسي يعني. سليم من عند الفراشه يعني. بص حضرتك ده جاي من جنازه بتاعت اخو صاحب المحل. وتقعدين انا عليه؟ انت علشان وزنك كتير وانت بتقعد على الكرسي هبت وفشحت الكرسي. انا اللي وزني تقيل؟ ايوه. ده انا كل على بعضي ما جيش 40 كيلو 48 كيلو. حضرتك 48 كيلو؟ 48 كيلو. ليه حضرتك ما بتاكلش خالص ولا ايه؟ مش مهتم ليه بصحتك؟ انت هتخش كمان في حياتي الصحيه؟ حياتك الصحيه انت إيه؟ على فكره ست يعني غير لايقه طبيا. الاسلوب اللي بتقوليه ده مش كويس. انا غير لايقه طبيا ليه؟ بتخش معايا كده في على فكره انت اكتشفت ان انا غير لايقه. برافو عليك. انا عندي فلات فود صح؟ انا على فكره ما بكذبش عليك بشرفي عندي فلات فود صور بس. انت عرفت كل حاجه. بس بس يعني ايه؟ يعني عندي حاجه اكتر من كده؟ بتهيألي كده. مالك مفتري عليا ليه؟ اقول لحضرتك على حاجه. حضرتي طيب انا دلوقتي لو ما خدتش البلطجيه اهو الفلوس هدغدغ المحل. النصيبه دي هدغدغ كل لحظة وحضراتكم طيبين. النهاردة دم دم رتتك دم دم تك دم دم رتتك دم دم تك كتب كتاب زكية زكريا والحياة وردية ويا بخت من وفق راسين في الحلال. على فكرة النهاردة حضراتكم معزومين معانا. اتفضلوا. ايوه مساء الخير. مساء النور. 5:30 كم؟ 5:30. اه بس ثواني ماشي. وشك حلو علينا. مفيش حد معاه بطايق معاكوا يا جماعه؟ بطايق مفيش. استاذنك يعني لا يمكن انت تمشي من غير بطاقه. ما دام بتودي طلبات والدنيا ليل وكده لازم يكون معاك. بس يا فندم انا معايا توصيل طلبات ثانيه يا فندم. طب خلاص ما دام معاك بطاقه بقى خد يا حبيبتي كل دي. انت حضرتك هينفع انا دليفري معاك؟ ايوه ايوه ينفع. ايه اللي يجرى؟ انت شاري ده يا بابا؟ هات البطاقه. هات يا فندم انا طيار دليفري مش هينفع. ايوه ده ثواني ده انت دقيقتين اتنين. اتفضل حضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك. خد يا تقاوي باللي ريقك. اتحديت الدنيا علشانك. شر لابد منه. لا 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 ما اشربش مطرح حد بقرف. تقرفي؟ ايوه ما تسمعونا حاجه يا جماعه. ايه ده يا لهوي اخويا شلوفه
ندم، غلطة غلطة إن أنا اتجوزت قوي من وراك وعدم رضاك. سامحني يا ربي، أرضي تتشقي وتبلعني. كتب الكتاب اتكتب ولا لسه؟ الحقيقة يا شلوفة اتكتب. مين شهد على كتب الكتاب؟ اللي شهد هاني وأنت عارفه، والأخ ده من رقص في الفرح. الحقيقة عشان ما اكذبش عليك، أنا رقصت كده يدوبك كده، والأخ ده أنا ما رقصتش. أنت هتتبنى عليا أنا ما أيوة رقصت، عينك في عيني. ما رقصتش أنا جاي أودي أكلك. فاكر لما قلت لك إن أنت ديجيتال وقلت لي مرسيم؟ أيوه يا فندم، بس كان عشان الأكل بس. لا حصل حصل، ما تكذبش قدام أخويا شلوفة. أبوس إيدك يا حبيب قلبي، حقك عليا. ومن طبل في الفرح هو ده. انا بعرف اطبل التهديد. لا طبلت، بطل الكذب بقى، ما تكذبش. ومين لبسك الباروكه دي؟ هو ده اهو. اتفضل يا سيدنا اتفضل. مفيش يا شباب، مفيش حد فيكم معاه بطاقة؟ معيش بطاقة. هل الكرنيهات او رخص او بتاع تنفع؟ انت مين؟ الدريفري. جبت طلب هنا. انت مين؟ جبت طلب. لا قولي مين الاول انت. حضرتك الدريفري. جبت طلب هنا. حسابك كام؟ 75 جنيه. 75؟ هاني؟ نعم ايوه. الراجل ده ياخد 120 جنيه. حاضر. بقول لحضرتك ايه؟ قول لحضرتك. ما تجيب بتاعتك وتعالى تشهد. طب ثواني حاضر. عشان عيد الميلاد. اديني بتاعتك. طيب ايوه
خدي بتاع خدي سيدنا هنتصرف لك دلوقتي في كل حاجه. الاخ ده بتاع ايه؟ ده اللي جاب اللحم دلوقتي. انت ايه يا ابني فلوسك قد ايه؟ عايز كام؟ 146 حضرتك. 146 اديله 180 الباقي بشيش علشان في حد معاه بطايق ابن ولاد؟ لا انا معيش بطاقه. ولا انت وانتوا بنات طبعا اعمل ايه؟ انت طبعا شفت بقى شفت بقى انت طريقتك؟ طب اعمل ايه؟ شفت المسخره بقى اللي بتحطيني فيها يا كابتن؟ ايوه مولع بدون تكليف يعني؟ مولع طبعا. يعني انت بتقضي مشاوير بالليل ولازم يبقى معاك بطاقه؟ طبعا معاك. طبعا معايا بطاقه. ادي الرجاله يا هاني ادي الرجاله سمعونا حاجه يا بنات يلا. كتب الكتاب ولا لسه؟ الحق اتكتب الكتاب. ومين شهد على كتب الكتاب؟ شهد هاني ابن اختك. هاني حسابه كبير معايا قوي. ومين تاني؟ والاخ ده. الاخ ده بتاع اللحم حضرتك. ايه ده؟ بتاع اللحم حضرتك. يعني ايه مش فاهم؟ من 146 جنيه. ابوس ايدك ابوس ايدك عشان خاطري بلاش تنفعل. ومين اللي علق الزناد ده؟ اللي علق الزناد هقول له انا. حضرتك ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. هقول له مين علق. قولي له بس انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. يعني اقول قول هو ده. انا مال انا ما اعرفش علق حاجه. ما اعرفش امسك سلك كهرباء ولا اي حاجه. لا ما اعرفش امسك سلك حتى في بيتنا. كشكش انا بكشكش. انت اول ما دخلت انا حسيت ان انت ديجيتال. انا لا ديجيتال ولا اي حاجه. انا عايز فلوسي عشان امشي. ومين رقص في الفرح؟ مين رقص في الفرح؟ مين رقص في الفرح؟ هتقول انا برضو؟ اهو يا اخويا انا ما بعرفش ارقص اصلا. ومين لبسك الباروكه دي؟ اللي لبسني اهو. انكتب الكتاب ولا لسه؟ انكتب. ومين شهد على كتب الكتاب؟ هاني. هاني هاني حسابه كبير قوي معايا. ومين تاني؟ مين تاني؟ الاخ ده ده هو. مليش دعوه ال 44 جنيه بتوع العشا عاوزهم. احترم نفسك قدام اخويا شلوفه. ولا شلوفه ولا حلوفه. انا ممكن على باركو دندره دلوقتي. ربنا يخليك يا شلوفه. ابوس ايدك ابوس راسك. مش عايزك تتهور. وبلاش عينيك المدحرجه دي. ربنا يخليك. ليه يا ولد كده انت اتجننت؟ انا عايز فلوسي. بخ 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 انت بتقشي فرخه. ما تيجي لما اقول لك بخ بخ. هي الحكايه كده شكلها من اولها نصبه. ليه؟ الست دي قاعده تنصب عليا. اوعى تقول كده. وانا مش هنزل من هنا
غير بالفلوس يا قاتل يا مقتول. ايه ده انت بتهدد يعني ولا ايه؟ يعني اروح لصاحب المحل اقول له انا اتذكرت على قفايا؟ يا واد انت عمال تغنصني يا اخي. انت هتقل ادبك. ده اتصور، احنا عايزين نزيعه. لو عايز تزيع في التلفزيون نزيع، مش عايز تزيع مش هنزيع. لا مش هنزيع. مش هنزيع؟ لا. طب شكرا شكرا. طب هو يعني هيطلع في التلفزيون؟ قال اللي حصل ده كله هيطلع في التلفزيون. لا خلاص، طالما يطلع في التلفزيون يبقى زيع. لا طبعا زيع. لا نزيع نزيع. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، الأبطال أنا وإنت وهي.